أهلا بيكم في مجلة الحياة. عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية، لكن ما حصلتش على نفس شهرة وانتشار أختها، بالرغم من إنها دخلت مجال الفن الأول. والسبب الأساسي اللي خلاها تدخل مجال الفن بسهولة هو زواجها من الفنان كمال الشناوي. هنستعرض معاكم السبب وراء انفصالها عن كمال الشناوي، ومين هو زوجها، وأهم المحطات في حياتها الفنية. قبل ما نبدأ خلونا أولا نرحب بالمشتركين القدام، ولو أول مرة تشوف فيديو لينا فأهلا بيك، وياريت تعمل اشتراك للقناة ونتمنى نشوفك تاني. تزوجت عفاف شاكر مرتين، المرة الأولى من الفنان كمال الشناوي، لكنهم انفصلوا بعد 3 سنوات فقط بسبب غيرتها عليه من ممثلات كتير. والمرة التانية كانت من أحد الأطباء السودانيين اسمه رؤوف عزيز، بعد قصة حب كبيرة وعندها منه ولدين وهم عاطف وعادل. وانتشرت أقاويل بتقول إن عفاف شاكر ورؤوف عزيز تزوجوا بدون مأذون، لكن عفاف شاكر نفت الإشاعات دي وقالت هو ده طبيعي، يعني إن دكتور مثقف يعمل كده، زوجي أشهر إسلام وتزوجنا بأوراق رسمية. وحكى رؤوف عزيز عن قصة تعارفهم، فقال إن القصة بدأت لما راح لفرقة يوسف وهبي في السودان، وكانت عفاف واحدة من أعضاء الفرقة وقتها. وفي ليلة طلبوا الإسعاف ممثلة كانت تعبانة على المسرح وحالتها محتاجة إسعافات أولية، والممثلة دي كانت عفاف شاكر، ففضل طول الليل جنبها مع أصدقائها وتولى علاجها بنفسه، ومن وقتها حس بحبه ليها. ولما رجع المسرح بالليل أعضاء الفرقة بدأوا يشكروه، وبعدها عرض على عفاف الزواج، لكن هي اتكسفت وما ردتش عليه في البداية، ولما سألها مرة تانية وافقت. وأشهر إسلامه يوم 22 يونيو سنة 1958 وتزوجوا. والجانب الأهم في حياة عفاف شاكر إن والدها كان من عيلة تركية غنية، وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفى في واحدة من الحروب. وبعد وفاته تزوجت والدتها السيدة خديجة من أحمد كمال الدين شاكر، وأنجبت منه الفنانة شادية. وكانت وقتها السيدة خديجة عندها بنتين من زوجها الأولاني، وهم عفاف وسعاد، وبقوا الإخوات الكبار للفنانة شادية. الجدير بالذكر إن اسمها الحقيقي هو نور الحياة علي أجا، واختارت اسمها الفني عفاف شاكر. اتولدت في تركيا سنة 1929، وبدأت مسيرتها الفنية وعمرها ما تعداش 20 سنة، من خلال أول عمل ليها وهو فيلم ملاك الرحمة، وكان من بطولة فاتن حمامة سنة 1946. وفي نفس السنة شاركت مع نجيب الريحاني في فيلم أحمر شفايف، والدور ده يعتبر من أشهر أدوارها في السينما. عفاف شاكر هي السبب الأساسي لدخول أختها الفنانة شادية لعالم الفن، فقدمتها للمخرج والمنتج محمد عبد الجواد، وقالت له إن عندها أخت صوتها جميل جدا وعرضت عليه يسمعها، وهو وافق وعجبه صوتها جدا، ورشحها إنها تقوم بأول دور ليها في فيلم أزهار وأشواق. وانتقالا لأدوار عفاف السينمائية والغنائية، فشاركت في بعض الأفلام المميزة منها لا تذكريني سنة 1961، عيون سهرانة، الحقوني بالمأذون، والعاشق المحروم. أما عن المسرحيات فشاركت في مسرحيات زي عمتي فتافيت السكر، منافق للإيجار، وحب وفلوس وجواز. وكان آخر عمل ليها قبل اعتزالها هو مسرحية كل الرجالة كده سنة 1964. وتوفت الفنانة عفاف شاكر يوم 21 مايو سنة 2020 في بيتها بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 90 سنة، وتم دفنها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. في نهاية الفيديو شاركونا برأيكم بأحب الأعمال اللي بتفضلوها للفنانة عفاف شاكر، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.